خير عليكم، مرحبا بكم في قناة الشيف سمير الخضاري. على بالي اني طولت عليكم بزاف ما جبتلكمش غزال، لاني كنت لاتابع رسماكم زعما يعني على بالكم لي كومونت الحياة. بون راح نبداو نديركم اليوم رفيس قسنطينة ولا رفيس الزراوي افيك بوكو بوكو داستيوس. نبداو على بركة الله. هنا عندي 4 كيلات سميد متوسط، ولا تقدروا ديرو خشين، كاين بزاف مناطق يديرو سميد خشين ديريكتومون. هنا عندي كيلة، هذه هي الكيلة اللي عبرت بها، دونك عندي 4 سميد. هنا عندي كيلة خليط تاع الزبدة دايبة مع الزيت هكذا، عندي شوية لافاني، عندي الملح أيضا، بيان سور لازم نديرو شوية ملح هكذا. بعد ما لبيت لاباط تاعي بيان سور كيما نديرو الخبز فطير ولا الكسره ولا، ورايحه نميرها كيما نديرو قلب اللوز. دونك جي ابلاتي لاباط تاعي في سنيوه ونبدا نمير، يعني نقطع هكذا بيان او فو باش يطيب لنا الخبيزات لي كاري تاعنا يطيبو هكذا باش يدخل لهم الطياب. كاين بزاف بكري كانوا يطيبو في الطاجين، دونك هادي طريقه سهلة وخفيفة تاني، ثم طلبناش بزاف الوقت حيت يطيب لنا يحمر لنا تخي تخي بيان. نخليوه يبرد ومن بعد نعود بعدا بعد ما طابت لنا الكسرة تاعنا ولا لاكاليت خليتها تبرد ومن بعد رحيتهم. ها بلك كيش يجي، شوف هاد لاكولوغ دوغي، كاين بزاف اللي يحبو محمر بزاف، انا نحبو على هاد لاكولوغ هادي. هنا في هاد المرحلة تقدرو تخبيوه، دونك ديرو في ساشي دو كونجيلاسيون وتخبيوه، يعني ولا عندكم عزومة ولا تحبي تاكليها ان اوتخ جوغ ولا، مي انا راح نبلو دوك باسكو راهم يسناو فيه باش ياكلو. الوغ عندي خليط تاع الحليب والمزهر، رايحة نبل بيه هاد لاكاليت تاعنا مرحية. هنا لازم يتشمخ مليح، دوك عندنا بوغ ان كيلو تاع سميد نديرولو كاس ونص تاع حليب خليط الحليب ومزهر. كاين لي يدير غير الحليب ديغيكت، انا ندير مزهر باش يجينا ايضا الدوق هكذا. انا نفورو زوج مرات دوك هكذا، خليه يشرب بيان واحد 10 دقائق باش نحطو في الكسكاس ونفورو هكذا. صدقوني واحد الرائحة روعة. اي هاكو تشوفو بعد ما جازت 10 مينوت او شرب هكذا، او شرب لنا الرفيس ديالنا. رايحة نعمر الكسكسية ديالي هكذا ونفورو لمدة 30 دقيقة ولا 40 دقيقة، خليوه يفور تخي تخي بيان بوغ لا بخومييغ فوا باش نعاودو له المرة التانية تاع التفويرة. رأي بعد ما فورتو المرة التانية توجو عملت نفس العملية، زدت له كاس تاع الحليب فيه مزهر، شوف الله يبارك اش نضاعف الحجم تاعو هكذا. ونسيو بالمغرفة نحيو كيما يقولو دوك البراكس باش ما يجيناش بارد، ما يجيناش هداك معجن هكذا. بسم الله. هنا عندي كميه تاع الجوز كونكاسي، زدت له 3 مغارف سكر غلاس وخلطته هكذا. علاش هنايا؟ باش هذاك الجوز يجينا شويه حلو وبنين. بزاف كاين الكميه انواع تاع الجوز اللي يكون فيه لاميرتوم كما يقولوا المروريه، انا هنا درت هذه الطريقه ولكم اختيار هكذا. تقدروا ميم ضيفوا الكاوكاو، تحمصوا كاوكاو، مي هو الاصل تاعو يجي بالجوز. وهنا كي عاودت شفت الفيديو سمحوا لي كنت رحت للانترنت، دونك في الخليط تاع لاباط درت له مغرفه تاع حليب لي بودغ، مغرفه سكر، لافاني وقريصه ملح. كي عاودت شفت لا فيديو لقيتها بلي ما انا با ايتي اونغوجيستري، دونك سمحوا لي رحت للانترنت على بها باش يجينا البنين وتجينا واحد لا كولور شابه تاع الرفيس ديالنا. عندي خليط تاع الزبده بيور، يعني كيلة زبدة كيلة عسل، دونك هنا ولا ما عندكمش الزبدة الحرة الحرة معليش، مي هي أصله لازم يجيب زبدة حرة. نديرو كيلة كيلة ندوبوهم ونعسلو الرفيس تاعنا. كاين بزاف اللي يحبو حلو على هاد الشي، تقدرو ديرو كيلة ونص تاع العسل مع كيلة زبدة
هكذا وتقدروا تذوقوه، يعني تقدروا تحبوه يجيكم بزاف معسل ولا لا، وخليوه يشرب دائما دائما. كي توجدوا لاباط ولا لازم، وكي تفوروا لازم خليه الرفيس تعطوا له حقه باش يريح ويشرب. ثاني شوف الله يبارك، الله يكثر الفرح ان شاء الله. هكذا الناس بزاف يديروا مع الصباح العروسه بيان سور افيك ان بون البن، يجوزوه بالبن. دونك هكذا من بعد نعمر لي طاجين تاعي وتشوفوا الطريقه كيفاش رايحه نزينو ان شاء الله. اصدقائي رفيس تاعنا هاودي جا ما شاء الله، ان شاء الله هاد الطريقه تنال اعجابكم، راح نسيوها. نعطيكم موعد الحصه القادمه ان شاء الله. سلام.